من جديد ومن عبر شاشة الام بي ان بدي رحب فيكم مشاهدينا ورحب بكل شخص انضم لنا بهيدي الحلقة. واليوم هيك رح نروح لعالم الجمال والطلة الحلوة والشعر الحلو والتغيير، وخاصة اليوم لكل عروس عم بتتابعنا حابة انها تعمل شيء مميز بيوم عرسها، فخليها تتابعنا لاخر هيدي الحلقة لتشوف شو الجديد عند مزين الشعراني العلم. فاسمحوا لي ان رحب فيه. اهلا وسهلا فيك معنا. ميرسي، بونجور لارك. تمام ماشي الحال؟ يعني اليوم انا كثير مبسوطة بظل كل الظروف الصعبة راني اللي عم نعيشها لنطلع هيك شوي عند المشاهد وننقل له شوي الفرح والطلة الحلوة والله الصراحة يتذكر حاله. من ناحية الفرح وهيك أنا كمان كتير مبسوط إنه اليوم طالع، يعني وعم نحكي أشياء فاشن وبتعطي أشياء كتير بوزيتيف. بالضبط. وبنفس الوقت إنه كمان زعلان، ما حسيت إنه اتس تايم إنه أنا أكون موجود عم بحكي عن أشياء وقت الصحيح. صح مظبوط. بظل الظرف وتحت الهواء كنا عم نحكي بهيدي النقطة وكنت حريص على هالشيء أنت، ولكن بدي أقول لك إنه خلينا شوي نفكر بإيجابية وبالعكس أكيد. ننشر الأشياء الحلوة للناس خلينا نغير مزاج. أصلاً نحن كشباب لبناني ولا مرة مفكر على كل شيء بوزيتيف 100%، كرمال هيك نضل واقفين على أجرينا بظل كل شيء صعب. أكيد. اليوم راني العالم موجود بلبنان بلوس أنجلوس بجورج جورجيا باخر وركشوب رح نحكي فيها وبجدة. اليوم قديه بننبسط الشاب اللبناني المبدع بمجاله عم يرفع اسم لبنان بالعالم العربي وبالعالم ككل. راني يعني انا اول شيء بدي اشكر ربي على هيدي النعمه. ثاني شغله هيك اكسبيرينس كثير حلوه انه يعني كلبنان وكمثلا عم تشتغلي مع يوروب وعم تشتغلي مع جي سي سي، سو عم بيكون في تنوع بنوعية صحيح. الشغل، نوعية الناس، نوعية الكلاينتس، بس بنفس الوقت الموضة هي موضة. صح. ونحن كلبنانية بتعرف يعني دايما بنضل نعمل ابجريد على شغلنا وعلى يعني وعلى الفيوتشر تبع هيدا الدومين. بالضبط. so دايما هيك دايما عندنا فيجن بنضل نطلع انه شو بدنا نطور، شو بدنا نشتغل، شو بدنا نعمل اشياء جديدة، اشياء حلوة واشياء بنفس الوقت تقدر كمان الكلاينتس تستفيد منه 100%. اللي كانت عروس ولا كلاينتس اللي هي بدها شعراتها للديلي ولا بدها تعمل شعراتها فاشن او بدها تعملهم يعني قادر ترضي كل الاذواق وكل الطلبات. بالزبط. اليوم في افكار كثير للصبايا بيجوا لعندك بيقولوا لك وانت بتنصحهم. اكزاكتلي. هلا نحن صرنا كمان يعني هيدي التكنولوجي الموجوده غير السوشيال ميديا. بالزبط. نحن كبرودكتس وكلابوراتوارات يعني كيف نحن عم نشتغل قد ايه صارت يعني مثلا بنقدر نعمل ريلوكينج ايفن لو حاطه على شعراتها مثلا الوان دارك او الوان غوامي او الوان مثلا خاصه بالحنه، بدنا نعمل لها كولور، قادرين نحن نغير الالوان بلا ما نتعب الشعر، لان صار في كثير منتجات نقدر نحن نستعملها بنفس الوقت لنقدر نعمل ميك اوفر لتضلها هيك محافظه على شعرها. صح. في كثير صبايا بيكونوا هالقد حريصين انه بتقول لك مع الصبغه ما بدي تعب، وهيدي النظريه صارت. صح. قديمه يمكن. صح. صح؟ صح. لانه البرودكتس صاروا جديد. على كل الاحوال رح نحكي كمان عن البرودكتس الخاصه اللي عم تقدمها راني، ولكن خلينا نشوف هذا الفيديو مع المشاهدين لنحمسهم اكثر ونفرجيهم الطله الحلوه. العروس الحالي ما خليني نقول بهالتصوير الحلو، خبرنا. هلا الاعراس بالاجمال انت بتعرف يعني قد ما بتكون هي سامبل، قد ما بتكون قد ما بتعطي هيك روكيه، قد ما بتعطي اشك يعني بتعطي هيك اللوك اللي كتير يعني مميز نهار العرس. طبعا. سو التمشيطات هلا مثل ما شفنا هون هيدي الكوافير مثلا كتير سامبل كتير ناتورال، بس بنفس الوقت بشوف هيك فيها تاتش في مثلا فينجر لاين من قدام. صح. كيف عاطين الفوليوم بطريقه كتير ناتورال، ما بقى دارج مثل ايام زمان التنفيش كيف كانوا ينفشوا ويعملوا هول التمشيطات مثلا اذا بدك المكسيكان او انه. صح. فتحس العروس صارت هيك طبيعيه اكثر بس في شغل. صح. هيدا الحلو 100%. تمام مثل ما شفنا 100%. اليوم في عندك اكثر من نوع من الصبايا، يعني الصبيه اللي بعدها بتحب الاشياء اللي كثير اوفر بالنكش والرفع وهالامور. اليوم راني العلم اي عروس بفضل بتواكب ولا كل وحده شو بيلبق لها؟
لا هو بالإجمال حسب بدك تاخدي العروس كلها باكج كلها مع بعض، يعني الفستان صح، الميك اب، الاكسسوارز بدها تحط، يعني كونسبت العروس كله، نهار عرسها كيف بده يكون، وكمان نشتغل على البيرسوناليتي تبعها شخصيتها. اكزاكتلي يعني مثلا في ناس اوقات بيبقى شعرها قصير، لازم نحن نطولهم شعراتهم ونشتغلها على ستيل معين، ممكن الفورم الوجه من قدام الغره كيف بدنا نشتغل، ممكن على جنب، ممكن شيء عالي، ممكن شيء فوليوم، ممكن شيء فوليوم سامبل يعني سامبل، ممكن فوليوم مخصل، الديبانس حسب اللوك تبعها يعني، وحسب كيف كيف يعني الفورم تبع وجهها وشخصيتها وكل هو اللي تمام. يعني كرمال هيك العروس حلو تزور الصالون قبل بوقت رانيا، لا تفرق تحطك بالجو يعني بفستانه شوي. في كثير اعراس بيكونوا هن كثير سامبل، بيطلبوا مثلا تمشيطات، هلا قبل كان تنطلب شويه تمشيطات اللي فيها اكثر فوليوم واكثر فيها ضخامه، هلا لا صار يعني اكثر اجمل التمشيطه، صارت اجمل بسيطه اكثر سامبل اكثر، بس بنفس الوقت في ديزاينات مثلا مثل الريترو، مثل هول الاشياء يعني الرويال اللي انا بعتبرهم هول تمشيطات ملوكيه 100%. هول يعني ما لنا غنى عنا ببعض الاوقات، هول انا بعتبرهم يعني بضلوا سوبر مميزين، صح يعني للاطلاله تبعها للشكل وهيك، والديزاين تبع الشعر بيبقى بيطير العقل بالضبط، وهيك بتكمل فستانه وبتكون رديانه بهالليله اللي هي مثل ما دائما بنقول ليله ليلتها يعني، ما لازم تكون زعلانه ابدا، اكيد تكون مبسوطه ومرتاحه فيهم اكيد. تمام، خلينا نشوف هذا الفيديو تاني كمان. يعني في اجمل ما هيك تفوت الصبيه بطله وتطلع بطله مختلفه كليا مع الروز جولد؟ خبرنا الصراحه. هو ككولور كتير ترند يعني الروز جولد دارج ايه، فهي لون البو تبعها بيلبق لو عيونها ملونين وهيك، فبس كنت بدي ماضل كرمال نحن نقدر نعمل هذا الفيديو. سو حتى البيرسوناليتي تبعها كانت بتعقد تلبق لها اللوك كله مع القصه اكزاكتلي، وحتى كيف يعني هي بعدين كانت عم تاخذ كيف عم تمشي كيف عم تتصرف معهم للشعرات بالطريقه نحن بس عملناهم، وكيف عملنا لها بيتش ويف وقصينا لها اياهم، فاللوك كامل كان كتير مميز على البيرسوناليتي تبعها 100%. وهذا الشيء اكدت عليه للعروس كمان، يعني دائما بتعمل لها الشيء اللي بيشبه شخصيتها exactly. وطلتها بتكون كامله. هيدا الفيديو انعمل بامريكا يعني لما فات ران العلم لوس انجلوس، فقديش عم ينبسطوا يعني اليوم؟ اكيد في جاليه لبنانيه كبيره انبسطت بوجودك، ولكن كمان الاجانب راني قد ايه بحبوا اللبناني؟ اذا بدك انبسطوا بوجودي، بس كمان انا كمان كثير انبسطت معهم، لانه اللبنانيه وين ما كان بكبروا القلب بالضبط، وبالاخص العالم العربي يعني، بس عرفوا انه حدا مثلا من لبنان الكل كان حابب انه يشوف ويشتغل ويجرب يعني ويغير، وبالاجمال يعني كلياتهم يعني كانوا يعني قد ما بدي احكي قليل عن استضافتهم، عن اهتمامهم، عن تشجيعهم، كل بالضبط بيكبر بيكبر القلب. اللبناني اصلا وين ما راح راني اذا كان مبدع وعنده هيك مهنه حلوه او فن معين ببين بيلمع، واللبناني كلبنانيه موجوده باي بلد بالعالم كجالية عم بحكي، بوابهم مفتوحه وبيوتهم مفتوحه، هيدا ما في شك من كل الجهات. صح، انا عن جد يعني ما في لك قد ما حسيت حالي غريب، ما حسيت حالي، في ناس كثير كنت اول مره بشوفهم، اول مره بتحس تعرفهم بتعرف عليهم
كأنه بعرفهم من بالفعل كتير زمان وكأنه هن أهل، بالضبط وبنفس الوقت قديه متعطشين للأشياء اللي عنا إياها نحن موجودة مية بالمية. بلبنان. تمام، مثل هيدا اللون اللي شفناه وهالقصه، يعني قد ايه الالوان امرار بتكون جريئه لصبايا، هن بحبوا التغيير، بحبوا الميك اوفر وبتشجعهم انهم يغيروا. هلا انا مع التغيير، لان التغيير كثير بغير بالشخصيه، بغير لك باللوك، بشخصيتهم. بغير لك بالتياب، بغير تمام بكل شيء. دائما بتحسي حالك عم بتغيري بحياتك، تمام يعني اكيد. الاشياء يعني اللي دائما بتتعودي عليها بتصير بتزهق، بتصير بورينج بالاخر. فهيك بتحس انه لازم اكيد تغير، بتنصحها. شو الدارج هلا، القصير الطويل ولا ما في شيء؟ انا بالنسبه فينا نقول لإلي دارج. ما في شيء يعني لاين معين دارج. بالنسبه لإلي في ابجريد معمول على البرودكتس وعلى الاشياء اللي نحن قادرين نستعملهم نحافظ على صحه الشعر للزبون. بنفس الوقت ان كيس بدنا نشتغل مثلا اشياء على اطراف الشعر، مثلا مثل الاومبري شوي، مثلا الكونتورينج، هيك قادرين نقدر نشتغل ونعطيها نعمل لها ريلوكينج للزبونه بلا ما تعب لها شعراتها. بالضبط. يعني في ناس مثلا بيلبق لهم الوان الشوكليت، وبتعرف هلا على السوشيال ميديا يعني هلا كله صار بيمرق، صارت بتجي زبونه لعندك عارفه يعني منقي مثلا نحن اللون على البيج وخالصه. عندنا مثلا بنحط مثلا مثل كتالوج كذا كلاين جاي لعنا، كل وحده شو بيلبق لها وشو استيلا حاطه. شيء مثلا انت اللوك تبعك مبين مثل كانك جاي من البرازيل. ما بحب غير، هاي المشكله. انت عم تحكي عن التغيير، ولكن انا بتعرف دائما بقصد الشعر الطويل لانه من الاشخاص اللي بحب الشعر الطويل. بس كمان فكره اللي قلته، يعني ممكن ينشغل اطراف الشعر، ممكن ينعمل طريقه ويضل الشعر طويل 100%. هلا لنرضي كل الاذواق، لانه في صبايا بيروحوا الاكستريم هلا اهم بيقصروا شيء حتى بس نشتغل يكون الالوان حتى ما يكون كثير بعدها مينتننس، لانه في كثير الوان مثلا بنشتغل عليها بالاخص الوان الاشقر والسيلفر وهيك، في كثير ناس جربوا يروحوا على هدول الاشياء بالوقت اللي هي الالوان الوورم بتلبق لهم ولا لون البو تبعهم، مثلا اذا بو اورانجي مثلا عندها نمش، الالوان الشوي شوي الوورم على جولد، على روز جولد، على ايرش ريد، على الكويفر شوي صغيره، هاي الالوان كثير بتلبق لهم. شوي راحوا على القاش، بحسها يعني اوقات بتلبق، يعني برجع بقول لك حسب تكوين الوجه، مزبوط مزبوط، حسب البيرسوناليتي، حسب البو تبع الوجه، حسب هي الكلاينت 100%. بس حلو الكلام اللي عم بتقوله، لانه هون بنروح لجواب، اذا فينا نقول مش كل شيء دارج بيطبق على كل نوع، لون بشره، راني، تكوين، صح. شخصيه. هلا نحن ك بس يكون يعني حدا بروفيشنال لازم بالاول يعني بالكونسلتيشن هو الكلاينت المفروض يعطي رايه، يعطي رايه 100%، وهي بعدين بيرجع شيء كمان صح، وبالنهايه بدك ترضيها هي تعمل بدها. بس هو اهم بس شيء، حلو اهم تتدخل. شيء نحن بالدومين تبعنا ما تقولي يس وقت لازم انت تقولي نو. اها حلو، هذا اهم شيء 100%. بالنهايه في اسم بدها، يعني اذا منك راضيان 100% ما بتشتغل، ما بتعملها. لا انه نحن قلنا الي مثلا انا انه قد ايه بحب شغلي والدومين تبعي، والي مثلا كل هالوقت وهالاكسبيرينس، مش اوصل ليكون في عندي جاب لمشان يكون انا عم بقدر اني ساعد 100% بالاكسبيرينس تبعي، مش كرمال نحن نكون عم نخرج. تمام يعني تمام، نقدر نعمل كوركشن، نقدر نعطي بالاكسبيرينس تبعنا، تسلط الضوء على الاشياء الحلوه وتخفف شوي من الاشياء. يعني انا دائما كمان بهمني في كثير كيسز بيجوا لعندي بيبقى في عندك كوركشن، بتبقى المشكله مش من الكوافير، من الكلاينت، بتبقى مصره بدها تعمل شيء معين وبدها تجي لتعمل كوركشن. ايفن لو بدنا نعمل كوركشن انا مع انه يكون دائما كمان في عنا تاتش صغيره 100%. في دائما هيك هيدي اللمسه الخاصه 100%. بالمزين الشعر. خلينا نشوف هذا الفيديو كمان نحن والمشاهدين. راني نحن متحمس تحت الهواء، نحن عم نحضر الفيديو انا وياك، عم نحكي وعم ايه نروح مع الفيديو. خبرني اكثر عن هذا الفيديو اللي شفناه. هذا انت حبيته، حسيت حبيتك تحمست مع اللوك ومع الميوزك وكيف الطريقه اللي عم بتصور فيها، شيء كثير حلو. اوكي، هون نحن مثلا شعرات الادونزاي كان اوريدي في هايلايت وهيك وشعره تبعي، ما بدي اشرح كثير عن يعني عن نوعيه الشعر، حقول لك اكثر على كيف اشتغلناهم. شعره كثير سنسيتيف، البرودوي نحن اللي استعملناه
قدرنا نحن نوصل للالوان البلوند بطريقه بلا ما يتعب الشعر. وشفت صحه الشعر كيف صح. يعني بس حتى ايفن عم نعملها البراشينج كان عم بيعطي جمال. يعني انا مع وقتها بدي اعمل ريلوكينج تطلع صحه الشعر معي بهيدي الطريقه. يعني هي دول من الاشياء نحن عم نحكي عليها. حلو. وهون يمكن السؤال فرض حاله راني، لانه دائما الاشقر وهاللون القوي بخافوا منه الناس لما يخافوا انه ينتزع شعرهم او هيدا البرودوي يأذي الشعر. اليوم شو عم تعتمد براند معين؟ قبل ما اشرح لك عن البرودكت حاقول لك عن شغله. مثلا هيدول الالوان لو اشتغلتهم على اول صبيه اللي عملنا لها روز جولد ما كان كتير بيشبهها، اما هيدا بيشبه شخصيتها. وشفتي لابق على وجهها مع طريقه لبسها مع طريقه كيف عم تتحرك. يعني الشعر بتحسيه كتير ماشي مع البرسونال ولون عيونها وتفاصيلها 100% اللي عم بتقول. هلا بخصوص البرودكت نحن كنا عم نستعمله، نحن عملنا براندنج لنا بامريكا. سو هيدا البرودوي نحن بنستعمله، هيدا بيرمننت تريتمنت وهلا صار موجود بالمملكه العربيه السعوديه. هيدا البيرمننت تريتمنت بنحط يعني بيعمل بيلد ان للشعرة، بيرجع بغذيها وبقويها. فينا نستعمله مع اول هايلايت كرمال ما يأذي الشعر، فينا نعمل فيه مثل تمليس وتريتمنت لصبايا. وصارت معي بجده لصبيه يعني بتحط المي على شعرها حتى المي ما بتقدر تفوت قد ما الشعر عندها كيرلز. وفينا نستعمله كمان للصبايا اللي هن pregnant. كمان اللي بتكون حامل او اي شيء ما بيأذي ابدا وسيف، لانه هو زيرو فورمال دهايد، ما بيأذي لا الزبونه ولا بيأذي الكوافير. وبنفس الوقت بيعطي نتيجه كثير سريعه، ونتيجته بتضايق من 4 أشهر لست اشهر. وكل شيء البرودكت الموجود بقلبه كله فيجن. فيري نايس. هيدا الشيء اللي بيهم يعني كله صحي وكله مدروس مثل ما بيقولوا. هل هيدا البرودكت اللي عم تحكي عنه او هالبراند اللي عم تشتغل عليه بس للبلاتين والالوان او اي لون ثاني؟ لا، فينا نستعملها مع الالوان. والحلو فيه هو دائما بالاجمال البيرمننت تريتمنت بتغير الوان الشعر. لا، هيدا ما بيغير لي لون الشعر. يعني في منهم بفتحوا مثلا درجه درجتين، بدك تضلك محافظ على اللون اللي عملته. 100% هذا لا بينعمل. يعني قلنا بالعاده مثلا بس نعمل كولور ما فينا نرجع نعمل وراه مثلا كيراتين او كولاجين او بوتوكس او انه هدول البيرمننت تريتمنت. مع هيدا البرودوي لا، نحن صار فينا نعمل فيهم عادي، ما بغير لي ابدا الكولر. حلو. هيدا المطلوب دائما. هيدي يمكن الصبيه بتضل حريصه على هالموضوع، بتقول لك عملت لون شعري كثير حلو بس يمكن عم بستعمل شامبو معين، عم بستعمل برودكت معين عم بغير لي بلون شعري. ف ثانكس على هالاهتمام للصبيه. بس نحن عم نستعمله كبرودوي كمان قلت لك مع دواء الماش. حلو. يعني بس نكون عم نعمل ليفت للشعر، بنفتح الشعر، فينا نستعمله معهم بتطلع شعره مثل الحرير وعندها بروتكشن كثير قوي. تمام، في حمايه وهيدا المطلوب. خلينا نشوف هيدا الفيديو نحن والمشاهدين.
بعرف صار له سنة تقريبا المشروع بجدة، ولكن أنا ما شفتك قبل فبدي أقول لك ألف مبروك، شيء كتير حلو. وعم نأكد على موضوع اللبناني وين ما كان بيكون لامع. اليوم خبرنا شوي أكثر. بدي أوجه تحية كمان لشركائي بالسعودية لمدام سماهر، لأنه كمان هني ناس بجننوا، وكمان مثل ما حكيت عن ناس موجودين بأمريكا كمان هني مثل أهل كمان لقلي صاروا هون سعودية أكيد. وما في قلك قده هني كمان بروفيشنال، وقده هي ست إداريا، قده كمانجمنت، قده هي كمان ست كتير شاطرة، وأنا حلو. كتير مبسوط بال نوجه لها تحية كبيرة أكيد، وهالتعاون الحلو والحرص يمكن بالشغل ليكون هالقد ناجح أكيد. راني بالزبط. خبرنا هيك شوي أكتر على الميك أوفر اللي عم بيصير والألوان والطلات، وقديش بتحس دايما أنه الموضة وين ما كان، يعني اليوم بعرف بلبنان نحن دايما نسأل ونشوف شو بدنا نعمل، وبلوس أنجلوس كمان بتصادف أشخاص بحبوا يغيروا ما بيغيروا، كمان بالسعودية. بس بدي خبرك عطينا هيك اللمحة. بالسعودية لها طابع شوي خاص. بالسعودية كتير بحبوا الأشياء اللي كتير جديدة. يعني مثلا ألوان كتير صارخة ما عندهم مشكل أنه هن يكونوا كتير عم بيشتغلوا عليها. عندهم كتير أناقة. كتير بيعرفوا إذا بدك بترتيب الشعر. يعني بس يشوفوا الكوافيرات اللي عم تنعمل عنا، زبوني بتقدر تقول انه هيدول الناس مثلا بروفيشنال، هيدول الناس تمشيطاتهم قديه راقيه قديه مرتبه. ايه هيدا الموضوع هونيك كتير مهم، مع انه نحن كمان جايبين هونيك عنا موظفين من روسيا. حلو. كمان بيشتغلوا كهير ستايلست وك بيوتي، يعني للميك اب والضفير وهول الاشياء وهذا السيرفيس كله. عنا كمان صبايا روسيات، يعني مش بس التيم اللبناني. حلو. وحتى نحن عنا الاوبريشن تبعنا موجوده بلندن اللي هي عم تمسك كل المشاريع اللي نحن هلا عم نشتغل عليها، حتى ايفن عم نفتح حلقه بدبي قريبا الله راد. الاوبريشن تبعنا بلندن هي بتتابع كل الاشغال، كل الخطوات اللي بتقوموا فيها. وحلو هيدا التنوع راني اليوم، كبصمه او لمسه لبنانيه على روسيه على عربيه، على يعني قديش كمان بيكون في تبادل، خلينا نقول خبرات بمجال الشعر والطله الحلوه. كثير تبادل خبرات، بس كمان بنفس الوقت كثير مهم يكون في تيم. اليوم فريق عمل تشتغلي على انترناشونال، المفروض يكون في موجود كتيم. هلا في كثير ناس بتستعمل الاشياء ل انه يعني انا مثلا من الناس اذا عملت شيء بنبسط انا لإلي، بنبسط اذا عم بامن سيرفيس عم بقدر خلي ناس تكون مبسوطه منه، مبسوطة صح. اذا عم بعمل شغل مع ناس كمان بحب اكون مبسوط ومرتاح انا وياهم. مش لازم يكون الواحد اناني بهذا الموضوع. بالضبط لحتى الواحد ينجح عن جد بده يكون يمكن تختلفوا بالافكار، يمكن بالشغل، ولكن في يمكن اسس معينه كتيم ورك عم تشتغلوا. انا بعد الاكسبيرينس تبعي بهذا الدومين مش ما بقول بقى بختلف، بس نعم. صرت كيف بدي اقول لك، يعني بياخد وقت تفكر تعطي الجواب. تمام اكيد هيدا واحد مع الخبره بصير هيك يتصرف. خلينا نشوف هذا الفيديو معنا راني الاخير. يعني هيك بلشنا بالعروس وعم نرجع نرضي العروس. بدي اقول لك شغله، شوفي هيدا يعني هيدا مصورينه هون بلبنان لتشوفي قد ايه حلو، قد ايه بيساعدك يعني الباك جراوند، المنطقه، المناطق بلبنان، انه قد ايه في عندك لوكيشنز كثير حلوه بتقدر تصوري فيها، وهي عن جد ريل وهي طبيعية. يعني انت مش عم تركبي باك جراوند ولا عم تعملي عن جد بكل معنى الكلمة، دايما شهادتنا مجروحة بلبنان بس عن جد جنة على الأرض. وبتشوفي قديش انه العروس طالعة فريش وقديه حلوة، مع انه هون شعراتها مرفوعين وعاملين لها كمان غرة عالية. انا بالنسبة لي هيدي تعتبر غرة كلاسيك، وشعر يعتبر شوي كلاسيك،
بس الكلاسيك الكلاس الحلو مش انه ما بينعمل، لا في كتير صبايا بيحبوا يطلبوا هيدي التومشيطة، وهيدي التومشيطة كتير بتضايق معهم، وايفن حتى للصور بس تعلق البورتريه تبعها بتروح معها، يعني لو يعني بصير عندها اولاد واولادها بيكبروا بعدها مبسوطه بالبورتريه تبعها. اكزاكتلي، يعني ما هي من اجمل اشياء انا بعتبرها لإلي كتير بتعني، لانه عم تعلق صورتها كعروس كل العمر وبيضلوا حلو ما بتزهق منه، كم جيل عم بيشوفها 100%. وانا تارك البصمه تبعها اكيد. نحن حنحط الانستغرام الخاص فيك على اسفل الشاشه، ان كان بجده ان كان بلوس انجلوس لبنان، اي حدا بحب يتواصل معك هذا الانستا الخاص فيك راني. وكلمه اخيره لك خاصه هلا بالصيفيه، شو محضر ل او هالموسم ولا الصيفيه بلبنان، شو محضر للصبايا؟ هلا بتعرفي لبنان دائما يعني انا يعني بلدي، وكل يعني مثل ما بيقول حصته كتير كبيرة عندي. هلا بوجود كورونا وهدول الأشياء طلعنا بكونسبت جديد، نحن عم نعمل مثل هوم كول مثلا العروس نفس السيرفيس، جمعنا الأوضاع بلبنان، الأوضاع المادية مع الأوضاع اللي هي صايرة صحية. مع الصحية إذا بدك، وعملنا جبنا سيارات لهذا الموضوع موزعينهم بكذا منطقة بلبنان، بنعمل مثل هوم كول إذا أنت اليوم عرسك تمشي ما تتعذبي وتروحي وتجي، بنهتم فيكي بنفس البرايس اللي انت عم تعمليه، نحن عم نجي لعندك على البيت ونأمن لك هيدا السيرفيس. حلو، يعني ما هن يجوا يتعذبوا انتم بتروحوا لعندهم. اكزاكتلي، قدام مرايتها قدام كل شيء كرمال دار. هيدا هو اللبناني دائما مبدع راني، مش بس بشغله حتى بالافكار، بظل الظرف الصعب نخلق دائما اشياء لنقدر نكمل لبعدين 100%. والوركشوبس يعني لضيق الوقت ما قادره كمان غطي، بدنا ساعات لنحكي عن كل شغلك. الوركشوبس جورجيا اخيرا وكله، يعني بجورجيا كان في عندي ناس كتير اكسبرت معي كانوا عم بيحضروا هونيك، بس هلا الوركشوباتنا الرد اللي هن جايين، في عنا كتير ناس لانه عم نعمل اكاديمي كمان هون بلبنان واكاديمي بالسعوديه، سو رح يكون للناس اللي بيبتون هن بلشين جديد. حلو. ورح يكون في عنا للناس الاكسبرت اللي هن بيحبوا اكيد يضلوا ستيل الشغل تبعنا من الريترويات للرفعات الملوكيه لكل هول الاشياء. تمام، انا بدي اشكرك دائما بتبيض لنا وجهنا راني، ان كان بلبنان ولا بالعالم العربي او بالعالم، وبدي اتمنى لك دائما التوفيق. شكرا، اهلا وسهلا فيك معنا راني العالم مزين الشعر. مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لختام هيدي الحلقه مش جديد، موعدنا بتجدد معكم بكره بنفس الموعد، فكونوا كتار. إلى اللقاء.